السلام عليكم. اليوم رانا في منطقة ما يسمى بالكاب، هذا الكاب ببلدية برج البحري، والمنطقة هذه جاية قريبة من ما يسمى بشاطئ جنبار. نشوف أن التهيئة في الساحل هذا، والله رغم أن المكان جميل جدا وقرب أحياء سكنية فيها جديدة وقديمة، فيها بعض الأحياء بالعمارات، وكان حي سكني بالفيلل وبافيونات وكذا، لكن التهيئة تبقى يعني سؤال مطروح يعني بشدة وبإلحاح، يعني تهيئة كارثية. والله أمر محير، أمر محير، يعني والله يعجز اللسان عن الكلام. يعني التهيئة الله يا الله، إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.